اعتذري يا رابع عن الفيديو لأنه انقطع. بنكمل مع بعض. take medicine, you should take medicine. لمين بحكي should take medicine؟ لجان وفريدي. جان وفريدي ايش بيعلو؟ بحكي له take medicine. excellent. don't do sports Peter. إذا لمين حكى don't do sports؟ لبيتر. كمان مع بعض. and Freddy, stay inside, please. إذا فريدي إيش حكى لها؟ stay inside. excellent. and Peter, go to bed now. وإيش حكى لبيتر؟ go to bed. اذهب إلى النوم. أوكي هون يا مس لازم نعرفهم. إحنا شرحناهم. hello, come in and sit down. what's the matter with you today? إيش مالك؟ تحكي لها. I've got toothache. It really hurts. إنه هاي إيش مالها؟ إيش معها toothache؟ ألم في الأسنان. لازم نعرف إحنا. Where does it hurt? وين مجروحة؟ I've got a stomachache. What does it hurt? I'm ill. You need. You should. What's the matter? هذول هم نفسهم اللي استخدمناهم في الطبيب اللي سألنا عنهم. الطبيب. اوكي بحكي لأنا اكون انا مصاب باللي مني ايش بحكي I've got a stomachache, I've got toothache. اذا انا ايش في هذا الاشي بجعني احكي لك what the matter. what the meaning what the matter يا رابع معناها ماذا حصل. what the meaning what the matter ماذا حصل. هيك يا رابع احنا بتكون هاي حصتنا لليوم. هيك يا رابع بتكون احنا هاي حصتنا لليوم. عندك اي استفسار اي اشي ابعت لي يا مس.